There's a place I go to when no one knows me. أبراج بروجكت سكني ضخم بجنوب لبنان، تحديداً مدينة صور، بيتميز بفيو بحر ومساحة خضراء حول المشروع. 9 بلوكس، كل بلوك مؤلف من بنايتين، وكل بناية مؤلفة من 8، 10 أو 12 طابق. بعض الأبارتمنت شقتين بالطابق، أما البعض الآخر 4 شقق بالطابق، كلهم سامبلكس. مشروع قريب من أهم المراكز والمدارس بالمدينة، قسم under construction وقسم بمرحلة الفينيشينج. أبارتمنتس 115 متر مربع مع 2 بدرومز و 147 متر مربع مع 3 بدرومز. معايير عالية بالعمار وخدمات عديدة مأمنة، من أهمهم سولار باور، دبل جليزنج وانسوليشن سيستم، بالإضافة لجاردنز، باسكت كورت وبلاينج أريا داخل المشروع. أبراج بعيد 10 دقائق من مدينة صور، 140 أبارتمنت من أصل 350 أفيلبل للبيع، مع سي فيو وغاردن فيو وباركينج مأمن. أول قسم من البروجيكت بيتسلم بال 2018. Residence 858 تاور جاهز للسكن بالأشرفية، بمنطقة استراتيجية وحيوية قريبة من أهم مراكز التسوق والترفيه والخدمات. مؤلف التاور من 14 طابق للسكن وثلاثة underground floors للباركينج والستورج. أول قسم من الأبارتمنت شقة وحدة بالطابق، مساحتهم 233 متر مربع. أما القسم الثاني شقتين بالطابق والمساحات بين 96 و 137 متر مربع. عدد الشقق 23 وبس عدد قليل available للبيع. أبارتمنت مصممة بأحدث التقنيات ومأمن فيها air conditioning و heating system، double walls، fire alarm system و 2 elevators بالإضافة ل 2 private generators. أما بالداخل رخام أوروبي و high-end bathrooms و kitchens. Residence 858 Residential Tower بالأشرفية، تحديداً شارع شارل مالك، كاشف على فيو المدينة والبحر. Luxury Interiors بالإضافة لمعايير عالية بالعمار. بيروت جاردنز بروجكت بآخر مراحل الفينيشينج، موقعه بأهم نقطة بوسط بيروت كاشف على فيو البحر والمرفأ. مكون من 3 أقسام، محلات تجارية، مكاتب وشقق سكنية. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل و2 للشوبس والأبارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و 450 متر مربع سامبلكس، وبين 275 و 435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الأفيلبل للبيع 26، أما المحلات التجارية 9، بالإضافة لأربع underground floors للباركينج والستورج رومز. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. أما بالداخل رخام أوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال أي سي، خدمات عديدة مأمنة بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكوريتي 24/24 وأربع برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي، بمنطقة استراتيجية قريبة من أهم المراكز التجارية بالمدينة، والتسليم بأول 2018.